متتبعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم. اليوم غنفتحوا واحد الموضوع هو علاقة الجمعيات بالمجالس المنتخبة. كما تتعرفوا أن مجموعة من الجمعيات تتلوم مجالس المنتخبة، تقول كانت المجالس ما تديرش الدور ديالها، ولكن واش هذه الجمعيات أصلا هي أيضا تتقوم بالدور المنوط بها؟ واش المنح اللي تتوصل بها كانت كبيرة ولا صغيرة، واش تتم استثمارها فيما يخدم مصلحة الشباب وتأطير هذا الشباب هذا؟ من أجل من أجل مناقشة القضية دي استفسرنا آراء بعض الجمعويين على مستوى منطقة مقاطعة الفداء مرء السلطان، اجي نشوفوا واش قالوا لنا في هذه القضيه هذه. السي عبد الرحمن، البعض الجمعيات هنا في منطقه تاع الفداء مرء السلطان ولا الدار البيضاء بصفه عامه تيتشكاو، تيقول لك المجالس المنتخبه ما منفتحش علينا، المجالس المنح اللي تناخذوا من عند المجالس المنتخبه ما كافياش، هذه في الى في حاله اللي كنا تناخذوا المنح. بالنسبه لكم علاش ديما تتلوموا المجالس المنتخبه ولكن انتم كجمعيات واش اديو الدور اللي عليكم؟ دابا الدور ديال الجمعيات اللي عارفين حنا في المغرب هو دور وسيط ما بين المتبرع وما بين هذاك المتضرر او المتشرد او على حسب الفئه اللي غادي تستهدفها انت في هذاك النشاط. لكن اللي ما عارفينش الناس بان المتبرعين كيكونوا قلال، فالدور ديالهم هذا الدور هذا ديال المجالس المنتخبه الدور ديالهم كيبقى دائما الدور ديالهم، فالا ما عاونوك انت ما غيكون والو. ولكن بالنسبه لك انتوما كجمعيات واش تديروا الدور ديالكم اللي منوط بكم في هذا المجال؟ كاينه 300,000 جمعيه في المغرب والاغلبيه ديالهم ما تيديروش كيف ما تنقول، ولكن كاينه واحد الالف واحد الفئه كدير فمن والو كدير. فكاينين جمعيات شبابيه وما عندهاش بزاف ديال الامكانيات كيديروا على الاقل بان الاسباب، لان ماشي بالضروره تكون غدير الخير وتعطي لواحد الحاجه اخرى، غير تحيد واحد الحاجه ديالك هذا كيتسمى خير. فذاك دائما الخير دائما منفتح بزاف ديال المشاريع وبزاف ديال الانشطه وبزاف ديال المشاريع كيكون ما مختصرش على انك تعطي الفلوس وتحيدهم، لكن ان مساله المتبرع ملي كيعطيك كيفتح لك بزاف الافاق باش دير واحد المشروع اخر. بزاف ديال الجمعيات كتنتاوي تحت لواء الاحزاب السياسيه في عامه مقاطعه في دمر السلطان، وهذا الشيء اللي كيخطر صعوبه على الجمعيات المحليه والجمعيات الوطنيه اللي محزباش، لان كتولي فيها واحد النوع من المحسوبيه والزبونيه في وزاره الشباب والرياضه، خصوصا فاش العمل السياسي يدخل في الجمعيات، دخل في الجمعيات. داكشي علاش حنايا كنلقاو واحد الصعوبه اللي هي استغلال القاعات، استغلال القاعات والقاعات الفضائيه والرياضيه، اللي ما لقيناش حنا بدورنا كجمعيات كنلقاو واحد الوقت اللي كيحضننا حنا في داك الفضاء. داكشي علاش كنتاطروا من نفس الراي. بالنسبه لكم انتم كجمعيات واش ديروا الدور ديالكم الميداني، تتلاقاو مع الناس، تاثروا الناس، تاثروا الشباب؟ في البرنامج الوطني ديالنا كجمعيه هذا هو الدور ديالنا، الملتقيات الوطنيه، ندوات، جامعات الشباب، وحتى مخيمات الاطفال، المخيمات التربويه للاطفال. هذا البرنامج، ولكن على المستوى الواقع واش هذا البرنامج شي ينزل على المستوى الواقع؟ بطبيعة الحال البرنامج كنزل على مستوى الواقع، كلشي دابا كلشي ولا في لي راديو سوسيو، يعني يمكن لك تدخل تشوف هذه الجمعية واش كتنشط الجمعية واش ما كتنشطش. كاينين واحد بعض الجمعيات، ما نقولش كلشي، كاينين بعض الجمعيات اللي ما كينشطوش وغير زايدين واحد الوقت في دار الشباب اللي ما كيخليوناش حنا كشباب اللي بغينا نخدموا المنطقة نشتغلوا، لأن كتكون واحد الحزازات كما قلت لك سياسية اللي كتخلينا حنا كشباب ما نخدموش في دار الشباب ولا ما عندناش واحد المركز اللي غادي نخدموا فيه. بالنسبة لك أنت كفاعل جمعوي قلت لي، واش أنت أصلا يعني تتلوم إلا تتلوم هاد المجالس المنتخبة ما تيأدوش الدور ديالو، ولكن أنت واش شاركتي في العملية السياسية، شاركتي في انتخابات باش تلوم هاد الناس؟ انا شارك في السياسه وشارك في الانتخابات لكن ما صوتش، لان ما عرفتش علاش غادي نصوت، فما كناش غادي نصوتوا مجموعين علاش غادي نصوت؟ يعني ما كاينش الاحزاب كلها، ما بانش لك شي حزب اللي هو كيف ديما السلسله تعيد نفسها دائما، حنا هكذا دائما في التكرار، نهار غادي نتقادوا ف بعيب والعار علي الا ما كنتش مواطن وما صوتش. هذا عدم الثقه اللي عندك على الاحزاب السياسيه اللي عند بعض المواطنين على الجمعيات، يقولوا كاد الجمعيات تداروا تيتنشؤوا من الاغراض ديالهم، كيفاش ترد عليهم؟ اذا كان مواطن واعي فدائما كيبدا الخير بالاراده، تقدر تمشي غير انت والمجموعه ديالك في الدرب بلا ما دير انت كاع، ما تاسسش جمعيه وعندك واحد الحس ديال جمعوي غدير غير واحد اللايبه ديال الزبل وتحيدها، هذاك الشيء هو خير. ولكن اللي كاين اللي ما عندوش، اللي كاين اللي عنده الجهل كيقول لك كيبدا يعطي الاعذار للجمعيات، كاع الجمعيات نصابه، اي راه كاينه 300,000 جمعيه ما تحددش، لكن انت شفتيهم كاملين واش شفتيهم كاملين درتي عليهم كاملين؟ دور على الاقل الاحتياجات ديالهم اللي كيحتاجوا، فكاينين شي جمعيات ما بداوش اصلا الخدمه كيخدموا لك عامين وكيحيدوا، علاش؟ لان عندهم بزاف ديال الصعوبات بزاف ديال الاسباب كيخليهم يحبسوا.
الكثير من الجمعويين والمتتبعين للشأن السياسي أو الجمعوي في المغرب تأكدوا على مسألة مهمة، هو أنه حان الوقت باش يكون واحد طلاق ما بين الجمعيات والأحزاب السياسية، بحيث أن الحزب السياسي عنده الدور ديالو والجمعيات عندها الدور ديالو، فاش يبقى واحد الخلط ما بين الأمرين تيكون مشاكل ومشاكل كثيرة. حال الوقت يكون واحد الطلاق سياسي ما بين الجمعيات والاحزاب السياسيه، داكشي علاش باش ما بقاش واحد النزاعات وبقاو علاش حيت هما اللي كيخدموا في دار الشباب، يعني غير الجمعيات المحزبه لكن انت محزب غادي تقدا لك الامور ديالك، غادي دير بزاف ديال الحوايج غادي توفر لك اللي ما متوفرينش للجمعيات المحليه والجمعيات الوطنيه. يعني جمعيات ذات احزاب سياسيه، وهذا ماشي من ضمن ديالنا، الجمعيات اللي خدمت فيهم لحد الان جمعيات ذات غير محزبه.